دخل مسجد الحباشة تاريخي ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، وهو المسجد الثاني الذي شملته المرحلة الأولى من التطوير في محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية. مسجد الحباش التاريخي بمدينة الهفوف هو ثاني مسجد شمله مشروع تطوير المساجد التاريخية بمحافظة الأحساء التابعة للمنطقة الشرقية، وذلك بفضل أهميته التاريخية التي تعود إلى القرن الثالث عشر الهجري. الحقيقة أنه يقع أيضا ضمن المدينة التاريخية لمدينة الهفوف، وبالتالي هو يحمل طابع أو طراز العمارة الأحسائية الإسلامية بتفاصيل كثيرة في داخله، سواء من وجود الرواقين ببواكيها التي تطل على الساحة الخارجية التي يوجد في ركنه الشمال الشرقي المأذنة التي تطل أيضا على الصكيك المجاورة، ويوجد بالمسجد محراب أيضا جميل به زخرفة معقودة وعدد من الروازن التي تشتهر بها العمارة الأحسائية لوضع المصاحف والسرج في تلك الفترة التي تضيء المسجد في الليل. قد تفسر المباني المتهالكة المحيطة بمسجد الحباش التاريخي الحالة التي كان عليها قبل التطوير، فقد كانت أحجار حيطانه متساقطة، خلفها فناء وغرف مهجورة مليئة بالأحجار والأتربة. عاد مسجد الحباش الذي كان منارة علمية لطلاب الأحساء إلى ما كان عليه قبل عقود، فرواقه يضفي مزيدا من جمال فن عمارة المساجد لدى أهالي الأحساء في ذلك الزمن، والذين اعتمدوا في بنائه على الحجر الجيري والطين، ورفعوا سقفه بخشب الشندل وأعواد البامبو والحصير.